بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحرث والمزارعة. وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم قول الإمام البخاري رحمه الله: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. قال: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. ثم ذكر رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فقلت الرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، ذكر أيضا الرواية عن أبي هريرة، هذا في باب آخر. قال: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء. أرض البيضاء اللي هي الأرض التي ليس فيها شجر، يعني دي أرض للزرع، غير لما يكون أرض فيها غرس شجر أو نخل. قال: من السنة إلى السنة. يبقى جواز إجارة الأرض الزراعية بمقابل مالي، وعلى ذلك المستأجر يستزرع هذه الأرض، وحصاد ذلك بيعود على الزارع. فقال: كراء الأرض بالذهب والفضة، أي الإجارة تكون بمقابل مالي يدفع إلى المؤجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون. يبقى ده خروجا من أي خلاف، بيراه البعض في مسألة المزارعة. يبقى المخرج من ذلك هو إجارة الأرض بمقابل مالي من السنة للسنة، والمستأجر هو يقوم بزراعتها. ذكر رواية عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض. قلنا ده كانت الكراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في مسألة المزارعة كان بيطلب مالك الأرض أن يكون حصاد قطعة من هذه الأرض يبقى تقول إليه، وباقي حصاد الأرض يبقى يقول إلى الزارع. وكانوا يختصون أنفسهم بما ينبت على الأربعاء، إن على حافة النهر، على حافة الأنهار، يبقى كان بيخصص هذا المكان، يبقى حيوفي بقى ما نتج من حصاد في هذه الجزئية بيقول إلى رب الأرض، إلى مالك الأرض، وباقي حصاد الأرض يقول إلى المزارع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وأن تكون المزارعة إما على الشطر أو الثلث أو الربع من الخارج على المشاع من الأرض، من على الأرض. قلنا ده مسألة المزارعة، يبقى فيها أن هذا بعملي وهذا بأرضي ويأتي به البذور، وعلى ذلك ما نتاج هذه المزارعة يبقى حسب ما اتفق، على الثلث على الربع على الشطر، حسب ما يتفق الطرفان. فكان لكن كانت صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أن يخصص جانب من الأرض، حصاد ذلك يعود إلى رب الأرض أو مالك الأرض، وحصاد باقي الأرض بيعود إلى المزارع. فهذه فيها مخاطرة، لذلك قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ طب لو كانت الإجارة بالدينار والدرهم،
فقال رافع رضي الله عنه: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر في ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوا لما فيه من المقاطرة. يبقى لو كان الناس العاقلة هتنظر إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنجد إن هما يعني هذا صحيح تماما، قلنا لما في ذلك من المخاطرة وكذلك من الغرر، فقد تنبت هذه البقعة ولا تنبت الأخرى. فعلى ذلك إما تكون البقعة التي خصصت لصاحب الأرض هي التي حيأتي منها الحصاد وباقي الأرض لا يأتي منها حصاد، أو أن هذه البقعة لا يأتي منها حصاد وباقي الأرض لا يأتي منها حصاد، هيبقى فيها نوع من أنواع الغرر ونوع من أنواع الجهالة ونوع من أنواع المخاطر. لذلك قال: لو نظر فيه ذو الأفهام ذو الأفهام السليمة لا علموا أن هذه فيها مخاطرة، فعلا يبقى غير مقبولة عقليا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال أعرابي: والله لا تجد إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنه أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا فيها مسألة الزراعة، وأيضا حب الإنسان هو الإنسان قد يكون مع هذه المهنة ونقول أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما يتمناه ويشتهي الإنسان يجده. حتى في مسألة الزراعة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، كان بيحب مسألة الزراعة واستأذن ربه في الزرع، فقال الله تعالى: ألست فيما شئت؟ ده كل يعني طلباته مجابة، وكل ما يشتهيه بيجد بين يديه. قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. يعني هو طبعا الجنة ليس فيها تعب ولا نصب، فالزراعة أيضا ما بقاش فيها تعب ولا نصب. لذلك قال: فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده، يعني مجرد أنه هو رمى بس البذور كده بيأتي الإنبات، وبيبقاش عنده في مشقة بقى في مسألة جني الثمار أو جني هذه الزروع أو الحبوب، ليس فيها مشقة. وأن التعب ليس فيها، الجنة ليس فيها تعب ولا نصب، فيش لا تعب ولا نصب ولا حزن بيدخل إلى داخل الإنسان. طبعا في شك أن هو يعني مراعاة الأرض وأيضا الحصاد كل دي فيها نوع من المشقة، لكن في الجنة ليس فيها ذلك الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبادر الطرف. يعني مجرد ما نقول رمى الزرع رمى البذور كده، يعني لو اتجه الى الجانب الاخر وجد ان ايه الزراعه انتجت وكذلك استوى وتم حصاده بلا تعب وبلا معاناه، لكن مجرد ان هو بيشتهي وبيحب مساله الزراعه فكان امثال الجبال، فيقول الله: دونك ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال أعرابي: والله لا تجد إلا قراشيا أو أنصاريا فإنه أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا مناش في الموضوع ده، هو يعني كان يقول لا ده ممكن يبقى قراشي أو أنصاري، لكن إحنا كأعراب مناش في هذا الأمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب الحرث والمزارعة، قال: باب ما جاء في الغرس. قال: باب ما جاء في الغرس. فذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرس في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، يبقى بيذكر كده أيضا الغرض ما جاء في الغرس. قالت: تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرس في أربعائنا، يبقى على الحافات النهر، يبقى هذا الغرس
كان بيغرسوه على حافة النار، تجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير ليس فيه شحم ولا ودك. قال في صلاتنا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح يوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. يبقى الشاهد من كده تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعين. يبقى ده كان يبقى مسألة الغرس. احنا طبعا افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتاب الحرث والمزرعة ببيان فضل الزرع والغرس. يعني مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه بهيمة أو طير إنسان إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين الأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا. قال: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعته إلى صدري، فالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لولا الآيات دهيت ما حدث حديثا. مر علينا هذا الكلام، وأن أبا هريرة رضي الله عنه انطلق في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دفعه إلى ذلك إلا مدلول هذه الآيات: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا المنطلق. وذكرنا أن الآيات دي نزلت أساسا في أهل الكتاب، لكن انظر إلى فهم الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم لما دلت عليه الآيات وما هو المطلوب. يعني بعد وقوفه على مدلول الآية يبقى انطلق إلى التفعيل. يبقى الآيات بتتكلم على من كتم علما، يبقى بعد ما الإنسان بيتعلم كده هذا العلم لا يكون حبيسا في صدرك أبدا، ولكن لابد من نشره وإذاعته. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه يحدث بأحاديث، هو يفقه هذه الأحاديث وتعلمها ويحفظ هذه الأحاديث، لكن قام بنشرها. إيه السبب؟ ما السبب بذلك؟ السبب قلنا انطلاقه من خلال ما دلت عليه تلك الآيات في هذا الوعيد الشديد لمن كتم علما بعد ما تعلم ذلك العلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، يعني عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، يبقى عند الرب سبحانه وتعالى لما يجتمعون فحيحاسب كل على عمله. ولذلك قال والله الموعد، يبقى موعدنا يعني حنلتقي عند الله سبحانه وتعالى ويحاسب ويجازي كل إنسان على ما قدم. ويقولون ما المهاجر الأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، في صحابة أقدم منه أبو هريرة رضي الله عنه، كما بينا تأخر إسلام أبو هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه، وبالتالي لكن هناك من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لأن إسلامه كان متقدما على إسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك ما المهاجر الأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وذكر مبرر علة ترى لماذا. نقول ده فلان ده يعني لسه بيتعلم، لسه يعني في بداية تعلمه، ولكن هو يعني قام بنشر ما تعلم، وكذلك أيضا ألزم نفسه بحضور مجالس العلم والمذاكرة والمدرسة. يبقى نقول إن فلانا أقدم منه التزاما، أقدم منه، ولكن هو انشغل، يعني انشغل. إحنا لا نلوم من انشغاله لطلب العيش، ولكن اللوم دائما لما يتجاوز الإنسان الحد. لذلك احنا بينا الامام البخاري رحمه الله ذكر ما يحظى باشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد، يعني خلي بالك يقول لك انتبه.
ما تجوزش الحد. يبقى في نوع من انواع التوازن في حياه الانسان. يبقى حياه الانسان لازم يبقى في توازن ما بين طلب الانسان للدنيا وطلب الانسان للاخره. الاصل احنا بنطلب الاخره، وان الدنيا لابد ان تكون خادمه للاخره، دنيا خادمه للاخره. يبقى هذه الدنيا نعمل الدنيا بطاعه الله ليبقى خدمه الاخره، خدمه الاخره. لكن انسان ممكن يستدرك من هذا الجانب، يبقى ممكن النجاح ده وشاوه النجاح بتدفع هذا الانسان الى مزيد من الاوقات يعطيها للدنيا، وان النجاح يبقى ليه رونق كده، وشاوه الانسان دايما في ذلك الامر. فبيتسع، ممكن يتسع عمل الانسان، هو عمل حلال، يعني عمل حلال وكسب حلال، هذا ليس فيه شبهه، يعني تخيل مكسب ليس فيه شبهه، لكن على ذلك هو اخذ من وقت الاخره وسلم ذلك الوقت للدنيا من اجل ايه؟ دراهم، دنانير. نقول مهما يكن، مهما كان من متاع الدنيا فهو متاع زائل، لكن اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فاحنا بنعد الانسان لما بيتسع كده في عمله في الدنيا، يبقى ده بنعد ذلك ده نجاح، يعني هذا نجاح، وقد تشرب الاعناق الى ذلك. لكن انتبه، يعني نجاح ده على حساب الاخره، يبقى طلب الدنيا ده بيكون على حساب الاخره، لكن الاصل هو ان احنا نطلب الاخره. مش معنى كده ان احنا يبقى الانسان عاطل عن العمل او غير ذلك، او نكون في صوره متاخره ابدا، ولكن كيف نطلب الدنيا بما نخدم بها امر الاخره، بما نخدم بها امر الاخره. نستدرك ان ده جانب يستدرك منه الانسان. فابو هريره رضي الله عنه ذكر المبرر لماذا كان يكثر من الاحاديث، والصحابه من هجر الانصار لم يكثروا من الأحاديث كأبي هريرة رضي الله عنه. قال: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، البيع والشراء، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. يبقى كانوا يعملون في أراضيهم، يبقى سواء بالزرع أو كان بالنخل. وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني كان يعني هو وجبة يعني بيأكلها، وبيلزم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعلم، كأنه بيعوض بقى السنوات الماضية. قلنا حاله كحال الطالب كده لما يضيق عليه الوقت، خلاص اقتربت الامتحانات ماذا يصنع؟ يبقى بيجتهد بالليل والنهار، لا يترك نفسه فرصة للراحة، ولكن دايما بيستذكر، قلنا حتى يعوض ما مضى من أيامه. كذلك الإنسان بيحتاج أن يعوض ما مضى وما خلى من أيامه. نقول الآن أنت على طاعة، طب في الأيام السابقة يبقى كان الانسان مقصرا في تلك الطاعات، يبقى انا محتاج ان انا اجتهد، يبقى انا اجتهد في طلب الطاعات. فقال ابو هريره رضي الله عنه: كنت امرأ مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فاحضر حين يغيبون، يبقى ده مجالس كان بياتي ليها، وحين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يبين ايضا هو أحاديث لماذا لم ينسى هذه الأحاديث، ذكر القصة وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فكان ده حظه ونصيبه. قال: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا. يبقى ليه هو ما بينساش؟ يبقى بين المسألة. وليه هو تعلم؟ يعني ليه هو بيحدد بهذه الأحاديث؟ لأنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وملازم لمجالسه. طب يا ترى المهاجرون والأنصار لماذا لم يكثروا كأكثر أبي هريرة رضي الله عنه الحديث؟ دول انشغلوا بالبيع والشراء، قلنا اللي بعيش الحياة، وأيضا الطرف الثاني الأنصار انشغلوا بالعمل في أموالهم في أراضيهم من زرع وحرث إلى غير ذلك. أما هو فكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. يعني مش رغبة في الحديث ولا شغف في الحديث، ولكن لماذا حدث؟ قلنا لأن الآيات دي آيات مخوفة، يبقى تخوف الإنسان، فيها وعيد وتهديد. إن كتم الإنسان شيئا مما تعلم من كتاب ربي سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي كتاب المساقاة، افتتح ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة، ثم ذكر باب في الشرب، قال باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال الأجاج هو المر، الأجاج ده هو بمرارة شديدة أو شديد ملوحة. قال والمزن هي السحابة، أفرأيتم أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يبقى ما فيش ماء عذب كده بيروي الإنسان عند العطش، ولكن ده هيبقى أجاج بمرارة أو ملوحة شديدة جدا، طبعا لا يقوى الإنسان على تضرعه. فذكر في الشرب، شرب يبقى حظ الإنسان من الماء، يبقى الشرب اللي هو حظ الإنسان من الماء. قال الباب الأول باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. قال باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. والمسألة مقصود في هذا الكلام إن الماء بيملك، إن الماء بيملك. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشترى عثمان رضي الله عنه. يبقى ده بيتكلم على تملك الإنسان للماء. ثم ذكر أيضا رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمين غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساري، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. يتكلم على قسمة الماء، يبقى أولا يبقى صدقة الماء معنى كده الإنسان يتصدق فيما يملك، مما يملك أو هبته أو وصيته، يبقى فيما يملك. يبقى ده إشارة كده إن الماء يملك، ومقسوما كان غير مقسوم يبقى كذلك أيضا قسمة الماء. يبقى الشرب ده هو الحكم في قسمة الماء أو النصيب والحظ من الماء. فبيكلم في هذه المسألة قال من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. قال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشترى عثمان لكن أوقف ذلك. يبقى أوقفه لله، معنى الكلام من يشتري دهيت ويكون دلوه، يعني هو يكون أحد الناس الذي ينتفع بهذا الماء، ليس أنه مالك للماء ولكنه أحد المنتفعين كغيره. يبقى هو اشتراه وأوقفها، يبقى اشترى بئر رومة يبقى معنى ذلك الماء بيملك، والإنسان عشان يوقف شيء يبقى يوقف ما يملك، فهو تملك الماء، أدي صدقة الماء، هبة الماء، وصية الماء، كل دي صور جائزة لأنه يتصرف فيما يملك. فعثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مقابل ذلك الجنة، يعني مقابل هذا الأمر قال من اشتري بئر رومة يكون دلو فيها كدلاء المسلمين، يبقى واحد منهم مش هقول ده ملكي، دي يعني زي الإنسان لما بيبني مسجد كده، يعني دايما كده يقف كده تدخل هذا مسجدي، نقول لا أنت وقفت هذا لله سبحانه وتعالى، أنت كغيرك من المسلمين، يعني أنت غيرك كغيرك من المصلين. هو اشترى البئر أيضا وعلى ذلك دلو كدلو أحد المسلمين، يعني خلاص كأن هو اشترى أوقف، يبقى على ذلك ينسى أنه كان ملكا لذلك. هو الشاهد طبعا أن الإنسان لما أوقف هذه البئر يبقى بئر اشتراها ملك الماء فوهب ذلك وأوقفه لله سبحانه وتعالى، يبقى ده معناها يملك الماء. ولو تملك الإنسان الماء يبقى أيضا فيه الهبة، فيه الوصية، فيه الصدقة. أيضا ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن
لي أن أعطيها للأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. كان بكلم على قسمة الماء، مشروعية قسمة الماء. وطبعا اللي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. وطبعا مسألة الماء كيف بيتم إدارة الماء؟ يبقى الأيمن فالأيمن، كما ستأتي الرواية التالية هي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال أنس أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى وعن يساري أبو بكر وعن يميني أعرابي. فقال عمر وخاف أن يعطي الأعرابي، قال أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يميني، ثم قال الأيمن فالأيمن. يعني طبعا ده هيجي كلام في مسألة كيف إدارة الشراب، يعني حتى في إدارة الشراب يبقى لو كانت يعني طائفة من الناس يجلسون كيف حندير الماء؟ يبقى الأيمن فالأيمن، يبقى على يمين المبتدئ اللي بدأ، يبقى على يمين المبتدئ. يعني كما تبين الروايات أن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، يبقى هو أول من شرب، وهو مش هيبقى جالس على طرف المجلس ولكن هو جالس في المجلس، فعلى ذلك يبقى أول من قدم له الماء قدم للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيبدأ إدارة الماء بقى الأيمن على يمين المبتدئ، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، يبقى هيتم إدارة الماء من على يمين المبتدئ. فكان على يمينه غلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن شمال أشياخ ناس كبيرة في السن. فمال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام وقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ يستأذنه أن حقه، هذا حقه، حق هذا الغلام، وبالتالي استئذان. قلنا مرت علينا روايات احنا بنتعلم يعني الادب من خلال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم مجاوزة الحد او الجور على حق انسان، او الجور على حق انسان. مر علينا الكلام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه والدين الذي تركه عبد الله بن حرام والد جابر، وكان عليه ديون، وان جابر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم مع الغرماء حتى يتركوا شيئا فأبوا، يبقى شفاعة، كان بيشفع، أبوا، حقهم أساسا، يبقى ده حقهم. هنا برضك تأذن لي حقه، يبقى الاستئذان إما يعني يأذن أو لا يأذن، لأن ده حقه لا يتعدى حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا. فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ أبدأ بهم؟ فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، يعني لا يؤثر، هذا سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو فقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كيف يضحي بذلك؟ كيف يضحي؟ فلا يضحي بذلك الامر، فاعطاه اياه. لما لم ياذن اعطاه فتله في يدي، يبقى اعطاه، ده نقول يعني حقه، هذا حقه. الشاهد من كده قسمه الماء، قسمه الماء شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه لمن على يمينه كان ذلك الغلام. كذلك الرواية التالية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس. يبقى ممكن الإنسان كده يعني اللبن يضع عليه ماء ويشربه، ده تصرف لنفسه، لكن طبعا ده لا يجوز في مسألة البيع والشراء. يبقى يضع كده يقول لك يعني هنا قال فوشيب لبنها بماء من البئر، يبقى جواز ان احنا نشيب الماء اللبن بالماء، ده الكلام ده لتصرف الانسان، لكن الشرب والشراء هذا طبعا يكون غش اساسا. لو خلط الماء مع اللبن يبقى ده غش وقام بيعه، لكن لو خلط الماء مع اللبن لانتفاعه هو يبقى ليس فيها شيء. قلنا زي انسان كده عنده اولاد فشاب اللبن بالماء، وضع عليه ماء كده وبالتالي هو شرب منه او اعطى لابنائه، يبقى ما فيش حركه، تصرف شخصي له، لكن هو في البيع والشراء طبعا لا يجوز، يبقى ده غش. قال فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح فشرب منه حتى اذا نزع القدح من فيه
وعن يساري أبو بكر، وعن يمين أعربي. أعربي ده جاي في الترتيب كده إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه على شماله. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعربي: أعطي أبا بكر رسول الله عندك. يعني كان عمر رضي الله عنه يوصي كده وينبه النبي صلى الله عليه وسلم: خلي بالك أبو بكر جنبك، يعني بعد تشرب الدين يعني. فعلى ذلك نقول له فلان ده بيشرب، نقول له خلي بالك فلان ده ايه جنبك، يبقى اديله الماء. لا ده فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العربي الذي على يمينه وقال: الايمن فالايمن، لا تخالف، سنن لا تخالف، يعني دي سنن واداب وفيها ازاله الضغائن. يعني لو احنا فكرنا كده قليلا فيها ازاله الضغائن. يبقى تخيل كده انا مش عارف المايه هتروح فين، فلان ده شرب فانا عطشان، طب هتيجي لمين؟ فممكن هيدي له فلان، فلان يديه فلان، تلاقي يعني العين عماله تدور مع الماء. لكن لما يكون اداره الماء ده امر بقى مستقر كده هنجد فيه استقرار، وكذلك تزيل اي ضغينه من النفوس، لان هيبقى فيه ضغينه ازاي ما تدينيش تدي فلان، وكذلك ازاي تدي فلان وده اقل مني. وهنقول بقى يعني ايه الشيطان هينزغ بين هؤلاء. لكن لما احنا يبقى عارف ان هيجي عليك الدور وهي ماشيه بالدور كده والسنه قالت كده، فخلاص بنسلم لذلك الامر، نسلم. السنه جاءت حتى تمحو امثال هذه الامور من القلوب والنفوس، يبقى مفيش ضغائن، مفيش بغضاء، مفيش تضاور، مفيش احناء. هي السنه عالجت مثل امثال هذه الادواء. فاحنا قال الايمن فالايمن، ده عربي ابو بكر رضي الله عنه وافضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن كان جالس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى يعني ده صديقه وصاحبه يديله الاول؟ لا، السنه الاتباع. فقال الايمن فالايمن، ثم تله في يمين الاعرابي. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. قال: من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى، حتى يعني ياخذ الكفايه من الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. وفضل الشيء هو ما زاد على الحاجه. يبقى هو ترجم الترجمه ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى، حتى يعني ياخذ كفايته وحاجته. جاب الكلام ده منين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. فضل الشيء هو الزياده. يبقى ايه؟ يبقى فضل الشيء اللي هو الزائد عن الحاجة. عشان كده نقول الصدقة عن ظهر غنى، يعني بعد استفاء حاجات الإنسان يبقى انفضل يعني مال، يبقى يتصدق بذلك. يبقى الصدقة عن ظهر غنى، يبقى بيستغني الأول وبعد كده بيعطي هذا الفضل لغيره. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. فهذه رواية، يبقى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يبقى فضل الشيء هو ما زاد على الحاجة. فضل الشيء ما زاد على الحاجة. ايه المقصود لا يمنع فضل الماء؟ انسان حفر بئرا، سواء كان في ارض مملوكة او ارض موات، ويبقى بالتالي يبقى هو ملك الماء، لكن يا ترى كيف يتصرف؟ يبقى هو اذا استوفى ما يحتاجه من الماء، سواء لشرب، لشرب اهله، لشرب بهائمه، لشرب زرع، لسقي الزرع، بعد استفاء لحاجاته من الماء، يبقى هذا الماء ده فضله، يبقى لا يمنع هذا الفضل، لا يمنع فضل الماء، بل يبذل فضل ذلك الماء. قلنا لان يعني مش هو اساسا اللي جلب الماء، هو حفر البئر، حفر البئر. لكن هنجد ان هذا الماء بيتجدد. كيف يتجدد؟ ليس من صنع وليس من عمله، ليس من صنع وليس من عمله، لكن هو احق الناس ان هو في ان يستعمل ذلك الماء حتى يستوفي. يبقى كان قلنا شرب نفسي، شرب اهلي، عيالي، شرب ايضا سقيا البهائم، سقيا الزرع، يبقى استكفى كده، يبقى فضلة هذا الماء
يبقى لا يمنعها. قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يمنع به الكلى. يبقى لو كان إنسان بيمنع به الكلى، الكلى والعشب ده يعني ده على المشاع، يعني دي يعني نقول دي زراعات مباحة، لما يكون كده زي الراعي بيرعى في الكلى والعشب، أرض كده وفيها كلى وعشب مش مملوكة الإنسان، فده الكلى والعشب نقول ده متاح للجميع وعلى المشاع. فقال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. هو الناس شركاء في ثلاثة، منها الكلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والماء والنار، يبقى منها الكلى. يبقى نقول لو في عشب كده ده موجود في أرض صحراء، يبقى ده حق لمين؟ حق لكل من يرعى في هذا المكان، حق في كل من يرعى. لكن في إنسان بنى بئر في هذه الأرض المواد، بنى بئر، فهو أساساً استكفى وأخذ ما يحتاجه من هذه البئر، طب فضل الماء ما يمنعهوش. لو منع فضل الماء كأنه بيمنع الكلى، كأنه بيمنع الكلى. ليه؟ راعي بيرعى وبالتالي الغنم هتأكل من هذا الكلى، تحتاج إلى سقي الماء، إن لم تتوفر سقي الماء مش هيرعى في هذا المكان، مش هيرعى في هذا المكان. قلنا لأنه لما بتطعم هذه المواشي تحتاج إلى ماء، فلو منع فلان فضل الماء كأنه بيمنع الكلى. لو منع فضل الماء يبقى كأنه بيمنع الكلى. ده الكلى ده الناس شركاء في ثلاثة منها الكلى. هو منعه ازاي؟ لما منع الماء. قلنا لأن حاجة الراعي في يعني في هذا الكلى، يبقى أيضا لابد أن يكون لجوار ذلك الماء حتى يسقي يعني هذه أشياء. فلذلك قال يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. يبقى هيمنع به الكلى، نقول ايه؟ يبقى لما منع الماء يبقى ما حدش هيرعى في المكان ده، وبالتالي لماذا؟ انه منع فضل الماء، فميمنعش فضل الماء. قلنا ان الراعي بيحتاج هذه الكلى ومعه ايضا لجواره الماء. قال ايضا في روايه عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. يبقى لما يكون بئر، واحد حفر بئر كده في أرض موات أو في أرضه المملوكة، يبقى هو بيملك الماء لكن ليس له الحق في إمساك فضل الماء بعد استيفاء، لأن الماء في البئر ده بيتجدد، ليس من صنع وليس من عملي، مهما يعني أخرج من ذلك الماء فبيتجدد. هو يبقى أخذ كل ما احتاجه، يبقى هذا الفضل يبذله للآخرين. قلنا حتى لا يمنع الكلى، لأن حتى لا يمنع ذلك الكلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من قال لصاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، حتى يستوفي حاجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. قال المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. فبوب الإمام البخاري رحمه الله من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، يعني لو حفر بئر في ملكه ودخل إنسان وقع في البئر ومات، هل يا ترى يبقى في الحالة دي يتحمل؟ هل ده يبقى فيه قتل مثلا خطأ هيتحمل فيها دية ولا لا يضمن؟ قال لم يضمن بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.